عندنا تكنيك وايد غريب عجيب ما تشوفونه ما يعني ما شفنا حد يسوي هذا التمرين. زين التمرين راح يركز حق عضلات اللات، عضلات الظهر العريضه لاتسمس دورسي، وكذلك على عضلات اللي قالها انفرا سبيريتس اللي فوق الشوكيه اللي ماخذه كل لوح الكتف، وكذلك تيرس ميجر الدوار الكبرى. هذول كلهم يشتغلون مع التمرين، ولكن التركيز اكثر يكون لما تغير وضعك. راح نستخدم جهاز سحب مثل هذا الجهاز او اي بكره سفليه، اي بكره سفليه. احنا عندنا هذا الجهاز سحب سفلي ممكن نستخدمه مع حبل، وتقعد سيده بهذا الشكل وتسحب بيد وحده. لاحظ بيد وحده يسحب. زين هنا قاعد يشغل انفرا، قاعد يشغل سوري لاتسمس دورسي، عضلات الظهر العريضه اللي توسع اكثر شيء من ما يشغل الترس ميجر الدوار الكبرى او انفرا سبيريتوس اللي هو مثل ما قلنا عنه فوق الشوكيه، او حتى المثلثات الوسطى ورومبويدز ميجر وماينر، عضلتين من بعض. هذول كلهم احنا نشوف صورهم لما نتكلم بحاله هذه. ولكن انت اذا قعدت 45 درجه بهذا الشكل، زين اسحب اكثر، هني راح تشغل عضلات الداخليه اكثر من عضلات الظهر العريضه، لان الكتف عندك صوب قاعد يشتغل اكثر، الكتف قاعد يدش داخل، لوح الكتف يدخل داخل، فانت قاعد تشغل عضلات داخليه اكثر. فالسحب ايدك اما تخليها بهذا الشكل زين، او تفرها. اذا فريتها بهذا الشكل انت قاعد تشغل الكعبريه بشكل كبير اكثر. زين وتسحب. اهم شيء عندي انا الكوع، الكوع يكون قريب، مو كابتن مو بعيد، ايوه قريب من جسمك، ايوه الكوع يكون قريب من جسمك عشان يشغل العضلات. فالتمرين غريب نوعا ما، لا تروح اوزان ثقيله، ابدا اوزان خفيفه في البدايه حتى تتاكد منه. استخدم ريولك اذا اوزان ثقيله حتى ما يسحبك الجهاز لداخل. ممكن تسوي مثل ما قلنا اي بكره سفليه، اذا ما عندك وعندك سير بالبيت ممكن حتى تسوي بهذه الطريقه. تمرين غريب وعجيب، جربه.